والله حركة الأسواق حالياً الأوضاع يعني الحمد لله بلشت يرجع الأمن والأمان لمنطقة عفرين ومدينة عفرين بالذات، فبتلاقي الحركة شوي بلشت تتحسن كتير كتير الحمد لله من كل طوائف الموجودين بالمنطقة، يعني كأخوي عرب أو أكراد، كون إحنا بطائف الكردين إحنا أكراد يعني، فأي شيء موجودين كلهم بتلاقيهم الحمد لله في حركة يعني مقبولة، ولسه بتزيد أكثر الأيام القادمة بداية العيد يعني قبل العيد بيجوا من القرى بيشتروا، بتعرف أنت أغراض ثياب العيد للأطفال للنساء يعني المهم يعني الحركة مقبولة الحمد لله وأفضل أفضل من قبل بكتير. منيحة ممتازة الحمد لله، كلها كل ما عم تنزل الأسعار شوي وعم نساعد الناس، نحن بنراعي الأشخاص على حسب شخصيتهم كيف يعني. تلف إنه صارت شوي يعني الناس تأقلمت على الجو الموجود بعد الحرب اللي صارت، صارت تحس شوي بالأمان، صارت تنزل على السوق أكثر. قبل كان يعني شوي تسكر بكير، فهلأ صرنا يعني نضل لساعة متأخرة بالليل فاتحين بما إنه موجود الحركة كتير يعني. أسواق مكتظة ونشاط تجاري غير مسبوق تشهده مدينة عفرين مع حلول عيد الأضحى، يأتي هذا بالتزامن مع حالة الاستقرار التي بدأت تشهدها المنطقة شيئا فشيئا. يمان السيد أورينت نيوز، مدينة عفرين، شمال حلب.